على طريقة الأفلام الأمريكية. الدرك الوطني بالجزائر كشف بالفيديو عملية سطو مسلح على مكتب بريد بالبويرة، فكيف حدث ذلك؟ وأين؟ وكيف تم القبض على الفاعلين؟ ولكن قبل أن نبدأ الفيديو، إخواني في الله، أحتاج 10 ثواني فقط من وقتك. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. بسم الله لنبدأ الفيديو. تمكن الدرك الوطني بالبويرة من الإطاحة بشبكة إجرامية قامت بالسطو على مركز بريد بلدية أغبالو بولاية البويرة، وعلى إثر بلاغ ورد إلى قائد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالشرفة مفاده سطو مسلح على مركز بريد ببلدية أغبالو. مباشرة تم التنقل إلى عين المكان تحت إشراف قائد المجموعة ومباشرة التحقيق، بعد تنشيط عنصر الاستعلامات واستغلال الخبرة العملية واستعانة بخارطة الكشوفات الهاتفية، كما تم حصر الأرقام الهاتفية المشتبه بها بالاستعانة بأفراد المفرزة الخاصة للتدخل الوطني بمعاملة. تم توقيف المتورط الأول الذي أفاد بعد مواجهته بالأدلة العلمية بأسماء بعض شركائه، وبعد التتبع التقني وجمع المعلومات تم التنقل إلى مدينة وهران وتوقيف 3 متورطين آخرين، كما تم استرجاع مبالغ مالية مسروقة بالعملة الوطنية والأجنبية والمعدة سلفا لمغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية عبر البحر، بالإضافة إلى استرجاع سلاح صيد مسروق. بعد استغلال الموقوفين تم توقيف شريك آخر للعصابة بمدينة وهران قام بإخفاء المبالغ المالية وبظهور أدلة علمية جديدة ومقارنتها بتصريحات الموقوفين. تم الوصول إلى توقيف 2 آخرين قام باستلام المبلغ المالي المسروق وشراء سيارة فاخرة من نوع باسات وحجز سلاح حربي. العملية أسفرت عن توقيف 8 أشخاص، حجز سيارة فاخرة من عائدات المسروقات بقيمة 720 مليون سنتيم، استرجاع 484 مليون سنتيم عملة وطنية وأجنبية، بالإضافة إلى هواتف نقالة وأسلحة بيضاء، استرجاع سلاح صيد مسروق منذ 6 أشهر، حل قضايا عالقة كسرقة مركز بريد منذ 5 أشهر، سرقة منزل، اعتداء مسلح وسرقة محل تجاري. لا أريد إعجاب ولا اشتراك، أريد منك فقط أن تصلي على خير الأنام حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. نريد أن نجمع أكبر عدد من التعليقات للصلاة على خير الأنام حبيبنا محمد. إخواني في الله، أحتاج 10 ثواني فقط من وقتك. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. بسم الله لنبدأ الفيديو.